ماشي كامل عندنا دور واحد، ماشي كامل لازم نمشيو في طريق واحده. تخيل وكان كنا نفكروا بهذه الطريقه راح نفسدوا. لذلك واش داروا لنا؟ وحدوا لنا التفكير في مخرج واحد، في حين انك انت ماشي لازم تكون دكتور، تقدر تروح دير صنعه وتولي خير من الدكتور هذاك، والاخر ماشي لازم يكون صناعي، يقدر يكون دكتور، دكتور بمعنى عنده شهاده كبيره، ماشي لازم دكتور في الطب، اي حاجه. والاخر يقدر ينفع في الاقتصاد، والاخر يقدر ينفع في المحاسبه، وهذا يقدر ينفعنا في العلم الادبي، والاخر يقدر ينفعنا في العلوم الطبيعيه، كل واحد ينفع، ما عندناش مخرج واحد حنا. ولهذا لازم نفكروا بلي اعمار راح نسالوا عليها فرادا فرادا. كل واحد انت انجازك، شوف واحد انسان عنده باباه راه مريض ولا يماه مريضه، راهي في مرحله ماذا؟ مرحله شيخوخه ولا الزهايمر، ولا ربما مسكين يماه ماكش ينقي لها. انت درك الان الانجاز تاعك الكبير راه تما، الانجاز تاعك راهو في مرافقه امك حتى الموت. الان تما ابوك حتى الموت، خوك مريض ترافقه حتى الموت، انجازك تما راهو تما. واحد عنده الان حاجه في البيت، حاجه راه حاب يتزوج، الان انجازك انجاز، ركز على هذاك حتى تتزوج، اخدم على الزواج تاعك، حدد الهدف وتوكل على الله، اخدم على الموضوع هذا تاعك انت الان. ماشي هذاك فاشل لازم تفشل انت، ما تبداش تقول حنا لازمنا نديروه هكذا، لازم يعطونا، لازم كذا، لازم يعطوك. نعم، اللي راه مسؤول عليك هو الوالي تاعك، الوالي تاعك، الواليه اللي ربي عز وجل جعله ليك، ولي امرك رايح يسال الله عنك. بصح انت حدد هدفك وامشي وتوكل على الله واطلب حقك، مش مشكل. بصح كاينه حاجه، المشكل اننا دائما نعيش في نفس الوهم، اننا مانيش عارفين علاه خلقنا، اننا ماشيين وضيعنا الاعمار في اللهو واللعب. ومن عجبنا من عجب ما افرزه الذباب الالكتروني الان، اننا صيرنا كل التفاهات الموجوده انجازات بالنسبه للناس، ولمعنا المؤثرين الذين يؤثرون في التفاهه في كل انواع الامور الاخرى، لمعناهم كامل. مهما كان الانسان سواء لاعب كما كان الحال، يقفز قفزه نجيبوه يستقبلوه في المطار، يدير اي حاجه نلمعوه، الا حافظ قران، الا انسان تاع دين، هذاك لا، هذاك ينجز ولا يحفظ ولا يجي الاول ولا ما يجي الثاني، ولا يحب يهدي الناس، ولا يكون ايمان بارز، ولا يكون هذاك لازم نرجعوه بالنسبه للناس منوم. هذاك الانسان غير هذاك ولا منوم بالنسبه للناس، او يخدر فينا هذا. راهو هذا ماهوش يحكي لنا على غلاء الاسعار هذا، هذا ماهوش يحكي لنا على واش راهو صاير. هذا النوع من الناس، هذا النوع من الناس يصورون لنا شيئا اخر. كاين ابعاد، بعد تفهموا هذيك الابعاد. اذا احنا عندنا عمر لازمنا نغتنموه. لماذا؟ اغتنام العمر، اغتنم حياتك قبل موتك. اغتنم حياتك قبل موتك، هذا اللي يحس عليك عليه الله. عمرك فيما افنيته. تقول انا كنت كان عندي تليفون 8 سوايع 10 سوايع، وانا كان واحد اللعبه راني لاحق ليفل تايم، وهني اللعبه العاشره، راني لاحق رقم 10 واحد اللعبه، وكاين واحد جوج لعبات كملتهم كامل غلقتهم كاع. تقول له هكذا على بالك سنوات، وانت هكذا سنوات. واحد اخر يقول له انايا العمر تاعي طلع، شفت واحد يضرب واحد بقرعه وضحكت وشفت هذاك منا، هكذا راحت غير هكذا، هكذا خلاص راحت هكذا بهالطريقه. هكذا كاين ناس، وكاين عمره اللي يخرج له في السجل تاعو شنو هو؟ قاعد في طريطوار الحومه، مسحها الحومه بالقعاد، ثم قاعد حياته قاع هو قاعد، اي طلعت هذه هبطت هذه، ما عندوش شي يدير، حابس. ما كاش مسلم ما عندوش شي يدير. اذا شفت روحك باللي عندك الفارغ بزاف، راجع نفسك، راك غالط في المبدا تاعك. ما كاش مسلم مش مشغول، ان لك في النهار سبحا طويلا، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. ما كاش مسلم فارغ شغل، ما عندناش احنا في حياتنا. ولذلك الظاهره قعدوا في طرقات الناس، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اياكم الجلوس في الطرقات. قال لهم ما عندناش احنا واحد قاعد، ما عندناش واحد ريتريتي، ما عندناش. كاين خدمه تخدمها، راه جاي الموت، كاين امور تديرهم. لذلك عمرك فكر فيه انك لازم تعمره دائما بالخير، دائما شوف هل العمر نتاعي ليوم القيامه هل ياتي فيه الخير اكثر ام الشر اكثر؟ من تقدر تسقم العمر تاعك؟ وعن شبابه فيما افلى ابلاه، لان شبابك فيه بزاف طاقات. انت في مرحله الشباب راح تدير مساله النقله، ومرحله ماذا؟ الاعتقاد بالقوه. انت الناس اللي تحتك شكون هما؟ الاطفال ضعاف عليك، والناس اللي فوقك انت الشاب، الناس اللي فوقك شكون هما؟ الشيوخ، شيوخها كبار، الناس في 60 في 70،
واحد ما يشوفش مليح، واحد حواجبه طايحين، واحد ظهره مقوس، واحد عنده رجله توجعه، ركبته توجعه، واحد عنده السكر، واحد طونسيون، وانت 10 على 10 تشوف 10 على 10 تسمع 10 على 10 تتكلم مليح، صوتك خشيت، تقدر تعيط، تقدر تقفز، دير كلش. اذا انت راح تشعر بواحد القوه والتفوق على الجميع، راح تحس روحك باللي انت هو المرحله القويه كامل. واش راح تدير؟ راح ترحم الصغير وتوقر الكبير ولا لا؟ لا راح تقول لهم ها انا ذا، واش الحاج اجبد روحك من طريق بعد رانا هنا، وتفضل صغير هذاك تعفسه وتولي تحس روحك باللي انت اقوى الناس. لازم القوه تاع الشبيبه تاعك تقذف فيك رحمه تخليك تستحي، تخليك توقر هذاك الانسان الكبير وترحم هذاك الصغير، تقول هذا الصغير مسكين ما يعرفش ما تضربوش، علمه ما تخليش يدور مع هذوك، امشي روح ما تكيفش ما تتبعش هذوك، تولي نتايا ترحم الصغير والكبير هذاك تعينه تقول له كلمه طيبه. هذاك الكبير يستنى في الموت يحتاج رحمه منك، يحتاج انك انت تسعفه، ما تديرش عليه، تعاونه، تفسح له الطريق، تخلي له المكان باش يجلس. هذاك هو الكبير. بعد ما رباك تولي تقول الشيخ، هذاك شيخ او رادد، بابا ما تقدرش تقولها، تستحي تقول بابا، هذا بابا، تعود تقول الشيخ، شيخ او رادد، مازال الشيخ رقد ما على بالوش. الناس يعيطوا على بابا، البارح عيطت لي امراه قالت لي وليدي راه يضرب في بابا دركا، هز يدو على بابا دركا الان. الان لماذا؟ علاه؟ لانك انت مرحله الشبيبه هذه عندك استثمار. بصح يوم القيامه وكان تجي شاب نشا في طاعه الله تقول له ربي اعطيني جائزه، يعطيك جائزه ظل في ظل الله يوم القيامه يظلك تحت عرشه. علاه؟ يقول لك لانك انت كانت عندك شهوه، كنت شباب وطويل وما شاء الله شعره ما عندك شيبه، وكنت قوي وكنت قادر تدير وتدير 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 وما درتهمش. علاه؟ على جالي انا، على جال ربي سبحانه وتعالى، استحيت، كنت تستحي، ولذلك لما ما درتش هذوك الامور اللي داروهم الشباب انا نكافئك. وشاب نشا في طاعه الله مكافاه خاصه. ومن بعد يولي عندنا المال، لماذا يسالون عن المال؟ فيما من اين اكتسبه؟ منين جابه؟ من الحلال ولا الحرام؟ دي تاع الناس ليدفع عنا كما قال الشيخ تدين المزيف. كاين واحد الحاله نفسيه عندنا وهي شراء السلم الذاتي. كاين حنا ولينا عندنا هذه تكلم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلم على الخوارج. الخوارج قتلوا الصحابه، قتلوا عثمان، قتلوا علي، قتلوا كم من انسان، قتلوه، قتلوه باسم الدين. خوارج عرايه، عرايه بصح باسم الدين. هذا ما كان، هذوما الخوارج هذوما الناس فاهمين الدين خطا. كاين اشباههم الان، هذوما هذا النوع من الناس واش داروا لوحدهم باش يحسوا روحهم بلي مليح؟ واش دار؟ زين الفيترينا، تحقرون صلاتكم الى صلاتهم. شفت كيفاش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا على شهد الناس يحسوا روحهم مليح، يقرؤون القران ولكن لا يتجاوزوا تراقيهم، ما يدخلش وما يخرجش. هذا القران هذا اللي يقراوه، يقراو شو يقرا القران وزيد يصلي، وكي تشوفوا انت يصلي والله غتحقر روحك تقول يا حسرة احنا ورانا. بصح هو من انذر الناس شر وقتل تحت ايدي السماء. الخوارج واش داروا؟ شروا السلم الذاتي. كاين بزاف ناس شاري السلم الذاتي، مانيش نطمعوا نطعنوا في المتدينين. المتدين على الراس والعين، المتدين احسن الناس، خير منا المتدين. هذاك الانسان يتبع سنه النبي عليه الصلاه والسلام، بصح بالتوازن. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الان هذو من الناس شروا سم ذاتي. كاين الناس هكذا يضرب عمره حجه كذا شويه دين شويه كذا مظهر صلاه يحافظ عليها مليح، والمال سك يسك الناس عادي ما عندوش مشكل، ما عندوش مشكل نهائيا. بعض الناس يظن ان تلك الحسنه ستذهب تلك السيئه، سرقه المال والكذب واخذ اموال الناس. ما يروحوش بالعمره والحج، ما يروحوش بصفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، هذوك وحدهم. عبكم باللي المفلس، المفلس المفلس اخينا يوم القيامه متدين، على بالكم المفلس يوم القيامه متدين وجايب قلب الحبه، ياتي بصلاه وصيام وصدقه، معناتها كان يعبد ربي مليح يعني وفق السنه وبالاخلاص بالشرطين اللي رانا احنا ندندو عليهم دائما، ورجل تاع توحيد ثاني. وزيد بزياده هذاك المتدين هذاك المفلس هذاك صدقه وصيام والصلاه قبلهم ربي، معناتها كان يؤديهم مليح وجابهم معاه يوم القيامه، معناتها مقبولين. احنا ما بلاش اللي يقبل من ربي، هو قبلهم 100% ويدخل النار يوم القيامه. علاه؟ لانه الشق الثاني محياي ومماتي ما كانوش لله، كان يصك في الناس، اكل مال هذا وضرب هذا، سفك دم هذا وهتك ستر هذا وشتم هذا، فياخذ هذا من حسناته يروح في النار. المهم في النهايه تعرفوا الحديث. اذا واش كاين؟ كاين سلم ذاتي. هذاك المفلس سبب خسارته كان يشتري سلما ذاتيا في نفسه،
كان يحس روحه مليح بلي انايا زي تاعي متدين وانايا صلي الصلاه خمس في المسجد وانتايا نتايا ما عندكش لحيه ناكلك ندير لك دراهمك عادي ونسبك ونتكلم لك في زوجتك ونهضر عليك ونورمال نجيب لك في وسط المجلس عادي لان علاه انا نحس روحي بلي صليت العشاء عندي بزاف الحسنات وكل ضربك انت اللي يدير لك من اهل جهنم كاين غلطه في التدين الدين هذا مش تاعنا ماليش متدينين دين حقيقي هذا التدين الذي نلبسه اليوم ماشي هو تاعنا الذي اراده الله منا نحن نريد دينا يريده الله منا ربي امرنا بالدين ماشي كيما تحب انت ماشي على حسب العادات والتقاليد تاوعك ربي قال لنا فاستقم كما امرت قال لك ربي انا نوري لك كيفاش تدين كيفاش تحكم الطريق تاعك لان الدين دين تاع الله مو دين تاعي ولا تاعك اذا الان المال منين نجيبه حلال علاه لان سبب صلاحك باش تقدر تعمر عمرك مليح وتنشئ شبابك مليح هو مالك من اين اكتسبته دير طابله تاع الكاشيات دير الصاكوشه وتبيع للناس هذا هو المال وبعد حب التوب دخل في الحرام حبس الحرام لا سورس كي تكون تاع الحرام تقدرش ما من بدن نبت من سحت الا والنار اولى به سقم المصدر تاع الرزق تاعك باش تبدا في الدين باش تبدا تسقم عمرك باش تقدر عمرك وشبابك تعمرهم بالخير ولذلك عن ماله فيما من اين اكتسبه فيما انفقه تسال عنهم في زوج منين جبتو وين فقتو المال مسؤوليه العطاء نتاعو مسؤوليه مع عند الله تبارك وتعالى ونختم كذلك باخر حاجه وعن علمه ماذا فعل فيه واش درت العلم تاعك العلم يا اخواني الكرام ماهوش غير الكتيبه ماهوش كما تشوفوا تقول انت هذا طالب علم كلكم طلبه علم انت جالس تسمع فينا دركا وغدوه من غدوه تفتح تليفون تسمع المقاطع تاع الدعاويه هذا علم هذا والله غير علم قلت لهم انا التليفون رجع الناس كامل طلبه علم الناس كامل الاعساس في الباب من الامير الى الغافيه يسمعوا الناس المراه في الكوزينه تسمع انسان في لي بار والله غير يشوفوا فينا في البار في الحباسه ما يشوفوا فينا الحمد لله او يديروا لهم في المقاطع تاعنا الان دركا الناس ولا طلبه علم هذو طلبه علم انا بالنسبه لي انسان يسمع واحد ويريد ربي من هو واش نسنا فينا يوم القيامه كيفاش نتسقموا واش نديروا واش من العثرات ما هي الامور المحفزات واش كيفاش نقدروا نمشوا في الطريق هذه بسلام كيفاش نقدروا نثبتوا وجودنا في امان هذا الامر هذا كله علم هذا هو الصح في الدين تاعنا احنا هذا هو اهم امر احنا طلبه علم انت طالب علم وهذاك طالب علم وكل واحد فينا راه طالب علم الناس في الصاله تلاقى معاهم الناس قال لي كيتمان يسمع في الناس في العلماء يسمع في الدروس كذا بالنسبه لي انا هذا طالب علم او يدير في الرياضه طالب علم ما شاء الله انت الان شوف ربي يلحق لك العلم حتى لودنك بالكتمان شوف ايربودز راك تطلب العلم ثم دير في بالك باللي ربي عز وجل او سهل لنا الامور ولكن ماذا فعلت بهذا العلم ما شاء الله عنده اسلوب مليح يتكلم مليح وعجبني هذاك وعجبني هذاك وعجبني هذا مش انا هذيك وسيله برك وسيله كمل زيد كمل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الان احنا نتبعوا الحسن من القول خير احسن كلام غلط الامام هذا قال كذا معليش بالك هنا ما قاسهاش بالك هنا كان نورمال ما يتكلمش هو مليح نورمال هنا كان ما يتكلمش على الموضوع هذا انا انت اللي تنفع فيا راني نسمع المقاطع توعك ندي منك حاجه مليحه قصني في هذاك الموضوع من نهار تكلمت على الام وانا راني عاقوة امي وقصني في الموضوع كي تكلمت على المخدرات وانا راني نتناول المخدرات وقصني في الموضوع نهار تكلمت على الصلاه وذكرت وانا مفرط في الصلاه ما شاء الله موضوع غلط فيه انت تخدم شنو ما تغلط حنا انا والشيخ حمزه والشيخ راشد والشيخ محمد فليسي والشيخ عبد الملك بن بروك والشيخ فلان والشيخ عمار والشيخ فلان كاع المشايخ اللي كنتوا فيهم كامل حنا عباكم بلي نغلطوا وراح نزيدوا نغلطوا نقول لكم علاه لان رانا نخدموا رانا خدامين كاش واحد خدام يغلط نغلطوا لازم تغلط لاننا دخلنا الميدان ولازم نغلطوا ويجي نهار نتكلموا على مواضيع حنا كي كنا نقول لك غير ما قلناش هذاك الحاجه شي وقتها قدر الله معليش راحت معليش هذيك امسحها فيا جوزها اسمع مني اتبعون احسنه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اتبع الحسن احرص على ما ينفعك ادي مني انا الله لا يردني كما قالوا فهمت انت ادي مني الحاجه المليحه لاني انا مانيش ضامن نفسي نخرج من الباب هذا ربي ينحي لي عليا الدين نروح نسكن الله يعافينا ويثبتنا جميعا ولكن انت دي من المليح ودي من عند هذا المليح ومن عند هذا المليح ومن عند الاخر المليح شوف البروفيتي حوس على مصلحتك تكون اناني اسلك يوم القيامه اخدم وبصحتك كن خير مني يوم القيامه
روح الفردوس الأعلى، اطلع مع النبيين صديقين شهداء، يعني انت بطولتك أن تحرص على ما ينفعك. هذا هو، هكذا فكر، هكذا روح دركا اقعد وجلس مع نفسك وقول خلينا دكن نقصروا قصرة زينة ورانا رايحين والعمر تاعنا وراه ماشي، واش راح نجاوب الله يوم القيامة على الأسئلة هذه؟ راح يسألنا على بالكم العمر، على المال، على الشباب، على العلم، واش راه ندير بهم وراهم رايحين؟ الناس الذين استأمننا الله عز وجل عنهم يوم القيامة، كلكم راعي، كلكم مسؤول عن رعيته، كاين أمور نحس أن الله عز وجل عنها، صحتنا، شبابنا، والدينا، خاوتنا، أصحابنا، كاين الناس راك تجرح فيهم بالكلام، كاين الناس بالنظرة تاعك راك تعذب فيهم أنت، كاين الناس يوجعك حتى بالخزرة تاعو يوجعك، عليه أخطيك أخطيك، عيش سليما، عيش في أمان وسلام، خلي الناس تشوفك إنسان سلام، إنسان السلام عليكم، شراك، لباس، كلمة طيبة. تعيش في سعادة، تعيش في راحة، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا سواء.